لازم شاط لازم 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 محبوب جمعة يسجل هدف الكويت الأول بضربة قوية. الله الله يا مروي الله يا مروي. بيلعبها في عرض الملعب ناحية داود وتاني الحارس صالح خطا جول. بشار الجول الوايل سليمان الشباب وكرة من فراج حطها. أحبتنا في كل مكان ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. الكرة أهداف نتجول من مجموعة كبيرة من الأهداف في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية الخليجية الأسيوية. والآن عندما نعرض على سبيل المثال البطولات أو مباريات تعود إلى سنة 2000 2003 و2004 وأول مرحلة التسعينات، أصبحت هذه الأهداف من الأهداف القديمة. تذكرنا من تعرض أهداف الآن مر عليها 20 سنة 22 سنة، فأهداف تعتبر قديمة ربما الأجيال الكثيرة لا تتذكرها وتذكر لاعبينها. نحاول خلال هذا البرنامج إن شاء الله رضاكم واستعادة مجموعة من الأهداف. بعد الفاصل نبدأ المشوار. في 22/3 عام 2004 في بطولة الدوري العام لكرة القدم القادسية والسالمية. ولاحظوا شغلة، كل ما نعرض مباراة القادسية لازم ما يقيب اسم غلاسيو من اللاعبين الهدافين، دائما كل مباراة نعرضها ما يقيب اسم هذا اللاعب بتسجيل هدف لهذه القادسية. وكان من المهاجمين المميزين، بالإضافة طبعا إلى اللاعب المدافع، ولكن هداف بارع من خلال تسجيله مجموعة من الأهداف مساعد ندى الفوز كان باللون الأصفر. نشاهد الهدف معي. اللي نزل مكان جاسم الهويدي، القادسية، وبتوصل وكرة خطرة في الجول. الله جول! يا سلام غلاسيو! إغلاسيو بيستغل كرة حلوة متمررت بشكل متقن جميل من هذا اللاعب إغلاسيو، بيخلصها. الهدف الأولاني بالدقيقة الثانية، بالدقيقة الثانية إغلاسيو، يا سلام! هني عملية إنهاء الفرصة في المرمى، وبالتالي بيسجل أول أهداف مباراة. شوف شوف سيدو تراوري بيلعبها من فوق حسين الخضري اللي بينتظر ويطلع مساعد الحكم بدون داعي، وبيلعبها بشكل جيد وإنهاء لهذه الهجمة. شوف 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 شوف، يا سلام يا سيدو تراوري، يا سلام على الإسقاط إلى 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 غلاسيو. ومساعد ندى، مساعد ندى عند التنفيذ، ومساعد ندى وهناك في تبديل لكن راح ينفذها وتحطها في الجول. الله يا ولد يا ولد يا مساعد ندى، اذا جاءت لحظه التالق من الصعب انها تنصاد، من الصعب انها تنصاد كره مثل هذه. الحيطه سليمه، الحارس سليم، حيطه من ثمان لاعبين، خمسه منهم من السالميه واربعه، اذا تسع لاعبين، جاءت في شكل لوب وكره هذه كما تسمى بنانا كيك، لعبه موزه، وبالتالي بتنحط بالمرمى. من الاهداف الجميله يا شوف الحيطه، شوف مسكر المرمى، انما خلاص هذه الكرات ما لها حل، ما لها حل. اذا جاءت لحظه التالق بالكرات الثابته لا يمكن لحارس المرمى الا ان يعني يبارك بمثل هذه الاهداف الصعبه والاهداف الجميله اللي بيسجلها مساعد ندى. وبيضيف هدف ثاني، لاعب كبير ولاعب بالكرات الثابته الحقيقه، على الرغم من يعني صغير في مشواره الرياضي، ولكن We'll be right back.
في 16/4/2004 في بطولة الدوري العام لكرة القدم الكويت والتضامن. التضامن يوم كان فريق مميز غير التضامن خلال السنوات الأخيرة اللي تراجع مستواه بشكل كامل ونتمنى أن يسترجع مستواه. احنا نسعد أن هذه الأندية تعود إلى ما كانت عليها لأن هذا من صالح الكرة الكويتية، من صالح الدوري الكويتي أن تعود هذه الفرق إلى مستواها واللاعبينها ونجوميتها. في الكويت لاعب خلوق جدا مميز مدافع ينقال لأحمد الصبيح، وفي الجهة المقابلة كان هداف بارع أيضا ومميز ينقال لفهد الرشيدي في التضامن اللي انتقل فيما بعد إلى النادي العربي وانتقل لعدة أندية. نشاهد هدفي المباراة. بقماز لاعب حسين حاكم، حاكم يطولها عرضية جهة اللاعب عبد الله سالم المتقدم ناحية الشمال وتنقطع للتضامن إلى اللاعب عمار ياسين يحصلها الكويت دينيس إلى حسين حاكم هجمة دينيس عرضية خطرة جول هدف جميل أحمد الصبيح المتقدم من الدفاع للهجوم ويسجل أحمد الصبيح أول أهداف الكويت. هدف حلو شارك فيه دينيس صنع الهجمة والتمريرة السليمة من دينيس إلى أحمد الصبيح المتقدم رقم 8 من الدفاع للهجوم وأول أهداف المباراة لصالح الكويت. هدف حلو شوف في الدقيقة 8 هذا أحمد الصبيح والمتابعة السليمة الحلوة وثمان دقائق ورقم 8 أحمد الصبيح ويسجل الهدف الأول لصالح الكويت. هذه عادة مرة ثانية أيضا هذا دينيس ومتابع شوف المتابعة تفيد والمتابعة 3-3 أربعة في الدفاع عبدالله سالم طاهر اليوحى الصبيح وكرة ملعوبة وخطرة جول هدف التعادل المفاجئ في مرمى خالد الفضلي حارس مرمى الكويت يسجله للتضامن اللاعب فهد عايض الرشيدي فهد رقم 9 يسجل التعادل في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول. قلت في وصول في هجمات في نقلات للتضامن لكن ما في تركيز ركز بالأخير فهد عايض وسجل التعادل. هذه عادة شوف في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول يسجل فهد عايض هدف التعادل للتضامن 1-1 بعد ما ظل الكويت متقدم حتى الدقيقة 41. في 19/1/2004 في بطولة كأس سمو العهد لكرة القدم الكويت والسالمية. طبعا المباراة وصلت إلى التعادل السلبي في الأشواط الإضافية في الأشواط الأصلية حتى وصلت إلى ركلات الترجيح. دعونا نشاهد من هو الفائز. راحته سامر المرطة ماشي على راحته متأني، هل هذا يعكس الناحية النفسية؟ سامر المرطة، سامر وخالد الفضلي، سامر المرطة وراح يحطها، هادي سامر، هادي والمرمى طالع، يا سامر مع الاعتبار أن حارس المرمى خالد الفضلي كان متقدم وتحرك ولكن كما يبدو في إنذار لعب مباراة النهائية في كأس سمو ولي العهد وينتظر غدا من سيقابل القادسية أم كاظمة. عادل عقلة خلاص إذا حطها انتهت المباراة. عادل عقلة وبتلعب الجول. خلاص
الكويت إلى نهائي كأس أمم العهد، إلى كأس أمم العهد بأقدام عادل عقلة خلصها وفرحة لف... أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف. غدا بإذن الله تعالى هناك أهداف جديدة في حقب مختلفة. نشوفكم على خير إن شاء الله. فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم. مع السلامة. مبروك جمعة يسجل هدف الكويت الأول بضربة. الله الله يا مروي الله يا مروي. بيلعبها في عرض الملعب ناحية داود وتاني الحارس صالح خطر جول. بشار الجول الله يا سلمان. الشباب وكرة من فراج حط.